أوغوز قاعد هون ومدريان شو صاير تحت؟ عمو تامر وخالي أويا متخانقين وإجوا لهون تنيناتهم هنن تحت. أيوة. إيه؟ شو الموضوع؟ أنت شو قصتك؟ يعني مضى يومين وما سمعنا حسك أبداً، ليش هيك زعلان؟ سيلين رايحة سينان. لوين؟ على إيطاليا. الجامعة اللي كانت بدها إياها هي انقبلت فيها. شو رح يصير هلا؟ رح تروح طبعا. يا أخي هالشي كتير غريب، ما استوعبت لحد الآن حتى وصلني الخبر. هي الوحيدة اللي بتفهم علي. هلا أنت بتعرف هذا الشعور؟ كأنك رحت على بلد بعيدة وما حدا عم يفهم لغتك هنيك، وفجأة بتقابل حدا هنيك بيفهم عليك. طيب احكي معها، بلكي هي ما بدها تروح. كيف يعني ما بدها تروح أخي؟ هي جامعة أحلامها. جامعة أحلامها؟ بلكي متوقع منك تاخذ الخطوة. إلا لا تروحي، جربت شي؟ لا ما جربت. جرب لكان، جرب ابني، مو دائما الحياة بتعطيك هيك شخص وهيك فرصة. أنا شفت كيف كنت عم تطلع بسيلين، اطلع على حالك كيف صرت بحر من الحب. ايه لك ايه، ضحك ضحك أخي ضحك. ليك جرب حظك وخليها تختار، يا بتتركي هلا. طيب ماشي رح جرب، حتى رح أعمل تحضيرات كتير مهمة لكلمة لا تروحي. ايه مو لازم جرب. برافو عليك يا روميو. رح جرب، أنا عن جد لازم جرب. شو يعني بس أنت اللي بتستعرض سيد سنان، ونحن كمان منقدر نعمل هيك؟ منقدر. شكراً أخي. أول دوق هدول أمانة. هلأ بدوقه ما رح تهربي، بس خليني ورجيكي مفاجأتي بالأول. هلأ بشوفها، يلا دوق. عن جد رأيك كتير بيهمني. أوه شو هالكب كيك هاد يا بنت، ما عم أفهم أنت كيف بتقدري تعملي هيك شغلات، عن جد شكله كتير غريب وحلو. أنت شو بيخطر على بالك؟ يلا تعالي خليني ورجيكي مفاجأتي. هاد الكب كيك يلي بدي أقدمه هنيك، هي وصفتي الخاصة وتعبت عليها كتير. رأيك كتير بيهمني، بدي أعرف إذا كنت رح تحبه أو لا. طيب أعطيني لشوف.
كثير طيب. عن جد عم تحكي؟ عن جد؟ آه أنا هلا ارتحت، رأيك كثير بيهمني. بتقدر تاكل قد ما بدك، لسه في كثير. إيه؟ شو المفاجأة؟ المفاجأة إنه بتتذكري هداك الفيديو تبع الكلب؟ عملوا واحد جديد بس على لوح تزلج. هي المفاجأة؟ إيه هي هي. ماشي ورجيني لك. لحظة. شوفي. ظريفة. عن جد راحت عليك؟ بعدين سنان اتركني لحالي شوي. ليش طيب؟ حكيت مع سيلين؟ يعني ما حبتها؟ أنا ما ورجيتها إياها. لا تقولها، طيب ليش؟ لأنه اكتشفت إنه لازم تروح سنان، لأنه عندها أحلام بحياتها لازم تحققهم. أنا دقت الكيك اللي عملته. كتير كتير طيب. سيلين أكيد رح تنجح. أنا متأكد، ولهيك ما بدي وقف. أنت بتحبها كتير ما؟ بحبها أكيد، ولهذا السبب بدي إياها تروح. هنيك رح تكون مبسوطة أكتر. هذا كل شيء. أنا بدي هيك أطلع شم شوية هوا نظيف. رح أتمشى شوي.